اسكندريه فعلا مختلف. طب من وقت ما انتوا كنتوا بقى بتاسسوا الفرقه، ايه اللي وداكوا ناحيه وزاره الثقافه واسرى ثقافه الانفوش؟ ايه اللي انا عموما كنت الاول في مركز الحريه للابداع التابع لصندوق التنميه الثقافي. حلو. كنت بعمل ورشه عادي وعملت انتاج حفله، يعني انتاج للورشه. بعد كده بقى طب اصول الثقافه بتعمل المسارح عجبتني بصراحه. طب انا عايز اعمل في مسرح كبير شبه كده، طب اعمل ازاي؟ طبعا اللائحه ما ينفعش ان اي حد يعمل العادي، يا يأجر المسرح يا يبقى تابع للوزاره. اوكي. ده اللائحه. ماشي. طيب قدمنا بقى، قدمنا اللي احنا عايزين فرقه تابعه للهيئه العامه لاصول الثقافه بدون اي اجر. اللائحه طبعا ما ينفعش، لازم تتقاضى حاجات بسيطه واجر روتيني بس بسيط. فطبعا اللي واقف معانا في الموضوع ده استاذه اماني مديره القصر، واستاذ احمد درويش رئيس الاداره. عظيم. رئيس ادارتي المباشر يعني المباشر. بالنسبه لنا فالناس وقفت معانا لحد ما وفرت ميزانيه للفرقه، وعشان هم نموا بصراحه، هم نموا الموهبه، هم لقوا ان هنا في موهبه وفي شباب تستحق الدعم. كويس قوي. انا ذات نفسي يعني ايه فضلت حارف في الموضوع ده عشان اخد الحاجه دي، لان انا هنا هبقى بعرض في اماكن خاصه بالوزاره، وبعد كده هيبقى فيها سفريات، فانا بعرض الشغل لكل الفئات وكل المحافظات، فده يفرق معايا انا اللي انا بنشط الفن بتاع اسكندريه. صح. تمام. واللي انا بقول مصر فيها مواهب، الموضوع مش فرقه وخلاص، لا ده في صغيرين وفي كبار وفي بنات وفي شباب. طبعا الموضوع مش صغير يعني، لا الموضوع كبير وفي فن ومش موضوع عشوائي يعني. ده كانت وجهه نظري انا كعزت يعني. طب ده شيء رائع جدا. هل من الممكن عزت انكم تشتغلوا على تطوير الفكره اكتر؟ يعني فرقه الانفوشي فعلا خلاص بقت معروفه جدا، هل ممكن يبقى في تطوير تاني، يبقى في عندكم سكتشات اوسع؟ عملنا سكتشات، في عملنا سكتش صعيدي. هل. وعملنا الضابط الفرفوش. حلو. قاعد بشنب اهو، قاعد فتره ترند كده. وعملنا طبعا حاجه فولكلور فلاحي. يعني في كل حفلة بنقدم حاجة. عملنا أغنية أفريقيا برضو في حفلة من الحفلات، وطلعنا اتنين بيرقصوا إن هم السود ولابسين الريش والكلام ده، وعملنا مع الفنون الشعبية برضو حاجات اسكندراني وحاجات صعيدي وحاجات بورسعيدي. إحنا دايما بنحب نقدم للجمهور حاجة مختلفة. برافو جدع. لأن مش كل الجمهور هيفهم الطبلة، لو فضلنا نقدم له طبلة وصولوهات طبلة هيحس إن كلها واحد، مش هيفهم اللي فيه تغيير. هيتشبع. فلازم نديله في النص كده إيه، فولكلور، اغنيه كده. فاحنا بنلعب في الحته دي يعني، مع المواهب طبعا تطلع معانا.